مشاهدي قناة شوف تيفي أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من منطقة الهرويين. نحن الآن مع هذه السيدة، هذه سيدة مسنة، قمة الألم قمة المعاناة. كنعرفوا أن فاش كيكون الحالة ضعيفة والإنسان مريض راه ما كيلقى حتى باش يتعالج. للأسف هذه السيدة هذه كتعاني من القصور الكلوي وعاد فيها مرض السرطان، الله يشافيها يا ربي. مشات باش دير الجاليز في ريزكو، ما بغاوش يديروا لها الجاليز بسبب أن هي ساكنة في الهرويين، قال لها سيري ديري الجاليز مديونة. فاش مشات المديونه لقات الجاليز ما كاينش. يعني هاد السيده هادي واش ما عندهاش الحق في العلاج؟ واش هاد السيده غتبقى كتموت هكا بشويه بشويه وهي ما عندهاش مسكينه حتى الفلوس؟ كيقول لها سيري ديريهم بالفلوس، هي راه ما عندهاش. كون كان عندها مثلا الفلوس علاش غادي تمشي هي الميريز كو شويه المديونه؟ يعني نخليكم مع هاد السيده اللي تهضر لنا على الوضع ديالها وعلى المشكل ديالها وشنو النداء ديالها الناس المحسنين والناس ديال الاطر الصحيه. السلام عليكم اميمتي. دابا هي اللي امحني وضرني هما الكلاوي هي السرطان، عرقت بشريه دابا في القلب، بقات عين عليا الماكله من نهار الاربعه، قال لي ما تاكليش، دايت فيا السرطان ديال الوالده حيدها، كان عندي السل داويت منه، دابا ملي سكتوا لي الكلاوي ما تا واحد ما تا مركز ما قبلني، كيقول لي سيري الهراويين، الهراويين ما كاينش كاينش الدياليز ما كاينش. وانا خاصني ديريت نبدا نهار الاربعاء. من نهار الاربعاء خاصك تكوني بديتي الحصص ديالك. كنت بديت الحصه، قال لي عرقت وشك في القلب، ما بقاش كيدوز عمر بالدم، ما بقاش كيدوزوا الكلاوي، وها التحاليل ها كل شيء عندي ها هو باين. واليوم كنطلب المسؤولين المحسنين اللي كان يعاونني، الله يرحم لكم الوالدين. شنو محتاجه اميمتي؟ شنو محتاجه؟ محتاجه قلتي انا باغا نتعالج. انا باغا نتعالج، ما باغا والو، ما باغا حتى شي حاجه، باغا غير العلاج. ما انت فاش مشيتي لميريزكو شنو قالوا لك؟ قالت لك ما انت ما مسوماش علينا، ما عندكش داك الشيء مستعجل، ما كاينش مستعجل، هما الكلاوي ماتوا كتقول لك داك الشيء مش ما مسوماش علينا، محسوباش عليهم. يعني كيفاش المهم انت كتسمعي انك ما محسوباش عليهم وانت خاصك تعالجي، خاصك تجاليز ضروري؟ عندي لاكارت، عندي كل شيء، عندي الراميد، عندي كل شيء، عندي ورقه يسير وليدي العيسير. اخليهم ومشي انا نهضر معاهم. عندي ورقيه كل شيء. اها وقالوا لك سيري المديونه، فاش مشيتي المديونه لقيتي ما كاينش اصلا تما، ما كاينش حصص ديال الجاليز. لا ما كاينش في المديونه نهائيا، وراه المسؤولين يبحثوا، راه ما كاينش ديال المديان. وكون كان انا نديرو في اي بلاصه، في اي بلاصه نديرو في المكان. انا مهمتي انت محتاجه الجاليز ضروري. ها الوراق، ها التحاليل، بغيتي تصوريهم ها هما. مهمتي شنو تبغي تقولي للناس المحسنين؟ شنو تبغي تقولي للناس المحسنين انهم يساعدوك؟ يساعدوني الله يرحمني من الوالدين، يتعاونوا معايا. انا مدوز شحال من مرض وعمري ما توجهت لهذا النداء، ولكن تقهرتها. خطره جاني كثير فلوس كثير. شحال قالوا لك مهمتي الفلوس ديال الجاليز؟ وقلتي لي قالوا ديري واحد، قال لي ديري 80000 ريال. كنت كان 40000 ريال، وتحلينا ب 16000 ريال ديال الكبده. مهمتي فاش كتسمعي هذا المبلغ كامل وانت ما عندكش باش كتحس؟ لا وراك عارف باش غتحسك، حسي ما عندك شو كتجيب حالات، كتطوي ورقك وكتجيب حالات، كيبقى فيك الحال وكتألمي من الداخل. يعني معلوم اختي معلوم، كتشوفي راسك كتموتي وما لقيتيش الجهد باش تداوي، ما بقاش فيك اختي الحال، راه يبقى فيك الحال منيت. انا المهم شتي كنعرفوا ان الجاليز لا قالوا لك خاصك ديري الحصه في التوقيت، خاصك ديريها في التوقيت. انت دابا قالوا لي على من ديك السيمانه، من ديك السيمانه وانت مازال ما بديتيش. واش بغيتي تقولي مهمتي للناس المحسنين، الناس اللي قادرين انهم يعاونوك بجمعيات؟ لا جمعيات محسنين مسؤولين، كنطلب منهم يعاونوني. شوفي الوجه الله عندي بنيه تتبرزين. شحال عندها مهمتي؟ ثلاث سنين غلاتها لي يما وما وهربوني، يا بنتي خلاوها اليوم اليوم ما عنديش من غلاها. خايفة خايفة على خايفة على بنيتك مهمتي تخليها؟ بنتي بنتي راه بنيتك ثلاث سنين بعد التحليل مرحيم. انا مهمتي شنو بغيت تقولي للناس المحسنين يديروك مهمتهم ويعاونوك؟ علاش بكيتي مهمتي؟ علاش؟ كنبكي على ديك البنيه ما عنديش من غلاها، هي اللي بخياري اكثر من وليداتي، راه كبار وخايفه. خايفه على ما عندها حتى حد من غير الحلم ديالك. شنو هو الحلم ديالك ما يمشي؟ شنو هو الحلم ديالي؟ تشاف تشاف على هذيك البنيه وهذوك الوليدات، صافي الحق انت وليداتي ما عندهم حتى واحد، واني بعدا كبار ماشي بحال هي، ماشي كذا صغيره.
المهم حتى الرقم ديال التليفون الناس اللي بغاو يساعدوك وبغاو يتواصلوا معاك شنو هو الرقم؟ 06 17 92 10 20. مشاهدي قناه شوف تيفي كيف ما كتشاهدوا معنا حنا الان مع هذه السيده هذه اللي مريضه مسنه مريضه كتعاني من قصور كلوي فيها حتى المرض سرطان مشات باش دير جاليز ميريزكو ولكن للاسف قالوا لها لا انت ما محسوباش علينا انت ساكنه في الهراويين محسوبه على مديونه يعني واش هذه السيده ما عندهاش الحق في العلاج واش هذه السيده غتبقى بحال هكا كتموت نهار بنهار حبسه الماكله من نهار الاربعاء من نهار الاربعاء كان خاصها دير جاليز ولكن مازال ما دارتوش يعني كنتمنى منكم الناس المسؤولين الناس المحسنين الجمعيات انكم تعاونوا هذه السيده باش دير جاليز وباش تشافى الرقم ديالها هو 06 17 92 10 20. راه اي واحد عنده الام ديالو عنده خالته عنده عائلته ما غيبغيوش يشوفوا الحاله ديالهم وصلت لهذه الدرجه هذه يعني راه حتى هذه السيده راه عندها الحق في العلاج يعني خاصها تعالج يعني خلينا لكم الرقم هنايا في هذا المباشر هذا كنتمنى منكم انكم تصلوا بها السيده ما عندهاش تليفون هذا غير رقم ديال الزوج ديالها كنتمنى منكم انكم تصلوا بها وتعاونوها.